السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتي أسرار النجاح. كيف تكون إنسانا ناجحا؟ لتحقيق النجاح عليك أن تتبع مجموعة من العادات، وهي النوم باكرا، لتتمكن من الاستيقاظ مبكرا وتذهب لعملك، تخصيص وقت لقراءة كتب التراجم مثير العظماء، تخطيط لأهدافك. عليك أن لا تهتم لغيرك، خصص وقتا للتأمل. صاحب الناس الإيجابيين الذين يرفعون من معنوياتك. كن مؤمنا بنجاحاتك. كن إنسانا اجتماعيا. ابتعد عن الناس السيئين الحاقدين الحاسدين الذين يحطمون معنوياتك. النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي التي تصنع النجاح. التميز لا يأتي إلا بالشجاعة والعقل. ممارسة الرياضة، ترويح عن النفس إلى آخره. وشكرا لحسن الاستماع، وأتمنى أن يلقى صدى هذا.